السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مكان ركام الاستثمار، رجعت لكم فلوق جديد. الفقع هو عبارة عن تحدي زي ما تقول تحدي ثلج بيني أنا والحقباني وحسام، تحدي ثلج من يتحمل أكثر. أوكي، طبعا فيه عقبات، أول واحد يطلع وثاني واحد، أول واحد وثاني واحد، الثالث هو الفائز أكيد. راح ينظمون طبعا حصان. تنظيف حصان يا ويلكم يا، طبعا ان شاء الله انا اللي فوز ان شاء الله باذن الله. ويلا خليكم مع التحدي. بالله قبل ما تشوفون المقطع ابيكم تسوون لي فولو في الانستغرام وفي سناب، بحط حساباتي هنا، ضيفوني. يلا مع السلامه. يلا 1 2 3. دخلوا كل الثلج عيال، دخلوا كل الثلج. أنت يا مدير دخل كل الثلج. قل له يجي بدالي. ووك اللي بطلع يعني مو مثل اول. وش الثلج عيال، احس انه ثلج صدق. يشدون العلل، يشدون العلل، ما عندي توازن انا. لا لا حسام، حسام ترى طلع كل ثلج. حسام كل طلع غشاش غشاش حسام. ووك ثلج، جيب المايك، جيب المايك. بغض عليك، حركتين عيال، بغض عليك. العلامه لو 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 ايه. حسام حسام اطلع، حسام اطلع. صح والله ما اطلع، والله عليه ملازم ما اطلع. طيب لا بستوب، لازم اقول ملازيم. تعال 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 خذ مني. امسك امسك، اقدر ما اقدر، والله اطيح ما اطيح. واو ركان 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 شي شي. كم هذا عنده وكم عنده يا ابن الكلب. انا ما يحتاج والله. لا 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 يا غشاش يا غشاش عشان يصورك. تاكل يا حمار، تاكل يا دبشية. قضى يا عيال، يا عيال واحد يطلع يا عيال. حسام بعد شوي راح تنظفها ترى يا كلب، راح ينظفها حسام طبعا. كل بسرعة واحد يطلع يا عيال. ايوه عيال حسام. طيب شلون شلون؟ لا يا غبي. كذا تعاوشوا، كذا تعاوشوا. يلا واحد. الثلج كله تحرر. لا والله لا يا زمن. كان حاسس انه فلوب يا عيال. هل المويه حبيبي. هلا هو ما ادري يصور فيه زين الحين ولا. اول همك تمشى والله. طيب معليش يا الغالي، بس سؤال هنا ولا هنا؟ لا لا هل. لا 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 ل
خذها عادي. ويلي يا جم الله ينعم يا حيوان. والله ما نظف. والله ينعم. نظف روحه. نظف. والله يا لا 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 خلاص. والله يرد والله يرد. اذكركم اذكركم الحين. والله يرد والله يرد والله يرد. تلعب بس ما لا لا ما تسوي شيء ما تسوي شيء. لا 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 لا. تبي اطلعك؟ اطلعك؟ لا تسلق لا تسلق. لا 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 يا لا تعال قدام تعال قدام. تكفى يا حبي تعال حسب حسب. وديت اسوي تسوي 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 جاي جاي هنا جاي هنا. خلوه يطلع 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 خلوه يطلع. الله لا 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 والله والله لا تكفي يا حبي كيف بتصدق. طلع طلع عطى شكل ها ها عطيه عطى فمه صحيح. لا مد يدك مد يدك قسما بالله تعلقني والله مد يدك مد يدك تزيد. شوف شوف عطيه وضيق احمرهم يا طلع 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 طلع. طبعا وصلنا الحين في نهاية الفلوج تحدي الجميل هذا تحدي الثلج. وإذا عندكم اقتراحات جديدة تواصلوا معي في الانستغرام كلموني عشان ننزل إن شاء الله الفلوج الجاي. تبون تحدي مقلب. وأشكر طبعا اصطبع العساكر انهم استضافونا. عندكم شيء عيال كلمة شيء اصطبع العساكر؟ طبعا تفضل. طبعا نحبهم. شكرا لأنهم خلوا الاثنين هذول ينظفون. شكرا حلو حلو. اول شيء انا اشكر امي وابوي واحب ابارك لهم على هذه القناه وهذه الوالده والوالد. كل عام يا اخوي شكرا على المشاركه. ودقيقه اي قبل ما ننهي الكلام لوصيكم باللايك لوصيكم باللايك والنشر والكومنت. بوس بوس عيال يلا مع السلامه.